أهلا بحضراتكم مشاهدي القاهرة الإخبارية الكرام، وهذا اليوم 46 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وصلت الطائرات الإسرائيلية قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة في اليوم 46 من العدوان، مخلفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى. وشن طيران الاحتلال حزاما ناريا لمحيط محطة توليد الكهرباء في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصفت قوات الاحتلال مشروع بيت لاهيا وخمسة منازل في مدينة جباليا شمالي القطاع. وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى أنها استقبلت 70 شهيدا و 130 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد عدد من المواطنين بينهم الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمالي القطاع. أيضا استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء في غارات شنتها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق، طالت مدرسة تأوي نازحين في منطقة الفلوجة ومنازل في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما قصفت قوات الاحتلال أبراج الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع، ما تسبب بانقطاع الاتصالات كليا عن هذه المناطق. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الدبابات الإسرائيلية تواصل حصار المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 200 مريض يتم إجلائهم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع، وذلك بعد ساعات على تعرض المستشفى لقصف إسرائيلي دام لساعات. وأضافت الوزارة أنها تشغل مولدات المستشفى الإندونيسي الآن بزيت الطعم. وهذه إذن لقطات حية مباشرة من شمال غزة لهذا القصف المتواصل على محيط قطاع شمال غزة. وفي آخر التحديثات التي ذكرناها قبل قليل، يتم قصف محيط مستشفى كمال العدوان في منطقة بيت لاهيا، أيضا هناك انقطاع للاتصالات في محافظتي غزة وشمال غزة جراء استهداف إسرائيل لأبراج الاتصالات. أيضا كان هناك استهدافا لمدرسة تأوي نازحين في شمالي القطاع، وسقط عدد من الشهداء والمصابين، إضافة للحصار المستمر على المستشفى الإندونيسي والممتد ربما لأيام حتى الآن، وتجدد قصفها وإحاطتها بالدبابات حتى الآن. لكن على الصعيد السياسي هناك أنباء تشير إلى الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من إتمام صفقة بين إسرائيل والمقاومة، وبموجب هذه الاتفاقية سيتم الإفراج عن 50 من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن أسرى حماس في السجون الإسرائيلية، وعددهم بالطبع كبير جدا، لكن لم يتم تحديد العدد الذي سيفرج عنه، لكن سيكون غالبيتهم من النساء والأطفال. أيضا كذلك ستكون هناك أو سيكون هناك عدد محدد من أيام الهدنة وإدخال متزايد للمساعدات الإنسانية بوتيرة ربما أسرع مما تتم الآن. هناك أيضا اشتباكات وقتال داري في مناطق حي الزيتون ومناطق مخيم جباليا، والتي لا زال معظم سكانها موجودين فيها حتى الآن، ويقدر البعض عددهم بأنهم أكثر من 75% من السكان. أيضا كان هناك قصف مكثف على محيط مخيم النصيرات طوال الساعات الماضية. هناك أيضا تقديرات تشير إلى أن شمالي القطاع والذي يقصف الآن أمامنا على الهواء مباشرة لا زال أكثر من 800 ألف مواطن متواجدين فيه حتى الآن، لكن بالطبع بلا خدمات صحية، لا مستشفيات تعمل في شمال القطاع، كلها تقريبا مستهدفة. كذلك أوضاع إنسانية شديدة الصعوبة، لا غذاء لا ماء، وبالطبع الأجواء أصبحت أكثر برودة والأمطار تسقط على المتواجدين داخل المخيمات والتي أيضا يتم استهدافها.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان النصر بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي في قطاع غزة. وتستهدف الفصائل الفلسطينية من حين لآخر الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال ردا على المجازر التي يرتكبها جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة. وتنضم إلينا من جنوب قطاع غزة منى عوكل المراسلة القاهرة الإخبارية. منى، أنا برحب بك طبعا في بداية هذه المقابلة، ما هو الجديد لديك، أبرز الإحداثيات التي يتم استهدافها في هذه اللحظات منى؟ نعم، يعني تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. عمليا الآن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تركيز ضرباته في مناطق شمال قطاع غزة، تحديدا في محيط مخيم جباليا وجباليا البلد. عمليا وفقا لآخر تصريحات للجيش الإسرائيلي قبل ربما دقائق، كان هناك حديث عن أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن بأنه أحكم السيطرة على وحصار منطقة جباليا بالكامل من محاور مختلفة. فعمليا نحن نتحدث عن منطقة جباليا وهي المنطقة التالية لمنطقة بيت حانون، وبالتالي نتحدث يعني إذا تحركنا من الشمال نحو الجنوب نبدأ من بيت حانون ثم ننتقل إلى منطقة جباليا. منطقة جباليا هي منطقة مكتظة سكانيا وبها العديد من الأحياء، مخيم جباليا الذي تتواجد به مستشفيات الرئيسية في المنطقة، مستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان، بالإضافة إلى مستشفى العودة الخاص. هذا بالإضافة إلى بعد مخيم جباليا هناك جباليا البلد وجباليا النزلة، كلها مناطق تتعلق بمنطقة جباليا. عمليا إحكام السيطرة يعني بأن الاحتلال الإسرائيلي الآن يكثف ضرباته باتجاه منازل المواطنين، وهو منذ أيام يكثف ضرباته تجاه يعني منازل المواطنين. خلال الساعات الماضية كان هناك العديد من المجازر في مناطق مختلفة من جباليا بالقرب من كمال عدوان، كان هناك مجزرة طالت يعني ما لا يقل عن 8 عائلات، تم نسف مربع سكني كامل. وعلى ما يبدو بأنه أيضا يعني الاحتلال الإسرائيلي الآن يحاول الوصول إلى مستشفى كمال عدوان بعدما أحكم سيطرته على محيط مستشفى الأندونيسي. الآن الخطوة التالية هي مستشفى كمال عدوان، يحاول أن يفتح الطرق ويؤمن لنفسه الطريق في محيط مستشفى كمال عدوان. عمليا الآن يعني حتى اللحظة هناك استهدافات متزايدة، نتحدث عن أعداد كبيرة من الشهداء في تلك المنطقة. أيضا في منطقة جباليا البلد وجباليا النزلة خلال الساعات الماضية يعني هناك مجازر عديدة، والحديث عن مئات ربما الشهداء في تلك المناطق، على الرغم من انقطاع الاتصالات بشكل كامل في ذلك المكان وعدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول. لكن ما زال المواطنين يحاولون انتشال المزيد من الجثامين، جثامين الضحايا من أسفل الركام. ونحن فعليا نتحدث عن وفقا للمصادر عن مسح مربعات كاملة في هذه المنطقة. عمليا بالحديث عن جغرافيا هذه المنطقة، نحن نتحدث عن منازل شديدة التلاصق بعضها ببعض، يعني يكاد لا يكون هناك متر واحد بين المنزل والآخر. وبالتالي أي استهداف، وعندما نتحدث عن نسف مربعات سكنية بالكامل نحن نتحدث عن أعداد كبيرة من المواطنين الذين ربما استشهدوا أو حتى أصيبوا. ما زلنا نتحدث عن أن أيضا هناك الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الركام، ولكن لأن يعني نظرا لشدة القصف، نظرا لأيضا تراكم الانهيارات أو الردم فوق بعضه البعض، الآن أصبح هناك صعوبة شديدة في الوصول إلى الضحايا من تحت الأنقاض. بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهدافات متتالية وأحزمة نارية ما زالت مستمرة، بالتالي الجميع الآن يقلق من الوصول إلى أماكن القصف والاستهداف. وبالتالي نحن الآن نتحدث عن أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين الذين ما زالوا تحت الأنقاض ويحاولون إرسال مناشدات، لكن لا أحد بإمكانه الوصول إليهم. على ما يبدو أنه هذه المرحلة الثانية، نعود ونقول بأنه هذه المرحلة الثانية من الدخول، إحاطة مخيم ومنطقة جباليا من جميع الجهات بالآليات العسكرية الإسرائيلية، والاحتلال الإسرائيلي الآن يدفع
بالمواطنين باتجاه أو يدفع المواطنين باتجاه محاولة أخلاء المناطق الشمالية منطقة جباليا تحديدا والذهاب نحو الجنوب. وهذا ربما أكثر ما من الممكن أن يكون خطير، لأنه أيضا هذه المنطقة ذات كثافة سكانية عالية. عمليا أيضا في المناطق الشرقية في منطقة الزيتون والشجاعية ومنطقة الصبرة ما زالت هذه المناطق تشهد استهدافات شديدة العنف، وخصوصا أنه الاحتلال الإسرائيلي يعمل على استهدافها منذ أيام، والحديث أيضا عن وجود مجازر وعدم القدرة على الوصول إلى الضحايا هناك يعني هو ما زال حديثا قائما في ظل أيضا عدم وجود مستشفيات قريبة، وبالتالي الوصول يعني حتى عند الاستهداف وصول السيارات الإسعاف إلى تلك المناطق قد يكون مستحيل، أيضا إخراج الضحايا والذهاب بهم نحو مستشفيات الشمال أو مستشفى الشمال على الأصح وهو الوحيد العامل الآن مستشفى كمال عدوان يكاد يكون مستحيلا، لأن إسرائيل تقطع الطريق طريق صلاح الدين وبالتالي لا تسمح للحالات والإصابات بالوصول إلى مناطق شمال قطاع غزة تحديدا إلى مستشفى كمال عدوان الذي الآن هناك قلق كبير من أن يعني يتم محاصرته وبالتالي يتوقف كل مستشفيات مدينة غزة والشمال عن العمل واستقبال المرضى بشكل نهائي. نعم. نهائي. وبالتالي صحيح منى، هذا هو السؤال الذي ربما يطرح نفسه بحدة الآن في هذا الوصف الذي سرته أنت الآن وسط هذا القصف والاستهدافات المكثفة، إذن لدينا عدد كبير من الشهداء والمصابين الذين يحتاجون للعناية، ولا يوجد مستشفيات الآن ربما غير مستشفى كمال عدوان كما ذكرت. هل تستوعب هذه المستشفى كل هذه الأعداد، وهل هناك تقديرات بأعداد من لا زالوا متواجدين في الشمال منى تحديدا مثلا منطقة جباليا؟ نعم، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن أعداد من يتواجدون، يعني هو إذا أردنا أن ننطلق من تقديرات الأونروا بأن عدد النازحين أو عدد المواطنين الموجودين في مناطق جنوب وادي غزة هو 1,700,000، وبالنظر إلى أن أعداد عدد مواطني سكان قطاع غزة 2,200,000، هذا يعني بأن الموجودين في مناطق مدينة غزة والشمال هم 500,000 مواطن مقسمين ما بين منطقة الزيتون ومناطق شمال قطاع غزة جباليا تحديدا ومنطقة الرمال أيضا، هذا فيما يتعلق بالأرقام. لكن 500,000 مواطن هؤلاء هم يعني يتلقون خدمة في حال الحاجة إليها فقط من مستشفى كمال عدوان. مستشفى كمال عدوان هو مستشفى أساساً هو مستشفى كان قد تم تخصيصه لاستقبال حالات الولادة، لا يملك إمكانيات، وهو أيضاً كان قد توقف عن العمل وخرج عن الخدمة خلال الأسابيع الماضية، ولكن الحاجة إلى إعادة استقباله للحالات تطلبت إعادة تفعيل عمله. هو يستقبل عدد الحالات، هذا العدد الكبير من الجرحى، ولكن يتم التعامل معه وفقا لتقديم فقط خدمات الإسعاف الأولي، لأنه ليست هناك قدرة على إجراء عمليات بالمطلق داخل المستشفى، وبالتالي فقط الإسعاف الأولي وإنقاذ الحياة هو ما يعتمد عليه الطواقم الطبية. دعيني أشير أيضا إلى أمر خطير جدا، وهو نظرا لشدة كثافة الاستهدافات في محيط مستشفى كمال عدوان ودفع الاحتلال الإسرائيلي للأطباء نحو أو للمواطنين على الأصح نحو الخروج باتجاه الجنوب، عمليا أيضا عدد الكوادر الطبية التي ما زالت موجودة في مستشفى كمال عدوان يتناقص يوما بعد يوم، لأنه يعني هناك ضغط كبير من قبل عائلات الأطباء و الممرضين بأنه نحن يتم قصفنا في كل لحظة وموجودين في مناطق خطر، وبالتالي كل شخص يحاول تأمين عائلته وهو أمر يعني شديد ربما الحساسية نتيجة اضطرار الأطباء والكوادر الطبية للوقوف أمام سؤال أنه هل أستكمل في تقديم الخدمات والرعاية الطبية وأداء رسالة الإنسانية في مكاني في مستشفى كمال عدوان أو في المستشفيات التي ما زالت تعمل، أم يعني علي أن أؤمن عائلتي وأذهب فعلا إلى الجنوب. بالتالي هذا الأمر ربما أحدث إرباكا كبيرا أيضا في أعمال الطواقم الطبية، وبالتالي يعني هنا نتحدث عن يعني نقطة غاية في الخطورة. صحيح. الأعداد مرتفعة جدا، الكوادر الطبية عددها يتناقص في داخل مستشفى كمال عدوان، لكن أيضا الأخطر هو أنه إذا اقتربت الأليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه كمال عدوان وتم محاصرته كما حدث الآن أو ما يحدث الآن مع مستشفى كمال مع الإندونيسي. مستشفى
الأندونيسي، ما الحل البديل؟ لأنه جميع مستشفيات قطاع غزة توقفت عن العمل، الأخير هو مستشفى كمال عدوان، وبالتالي لن يكون هناك أي خدمات حتى إسعاف أولي تقدم للمواطنين الذين يعني يصابون خلال هذه العمليات العسكرية بالمطلق. وهذا معناه استشهاد يعني أعداد كبيرة من المواطنين الذين هم إما أصيبوا أو من الممكن أن يصابوا، لأنه الآن من يصاب في مناطق مدينة غزة والشمال لا يوجد أي قدرة على استقباله. الأخطر كما أشرت هو فيما لو فعلا بعد هذه الأحزمة النارية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق قريبة من منطقة كمال عدوان، هو الاقتراب من مستشفى كمال عدوان وحصاره، وبالتالي إخراجه عن الخدمة، وبالتالي انتهاء أي خدمة لتقديم أو أي فرصة لتقديم خدمات طبية للمواطنين في مدينة غزة والشمال. نعم، نشير رفاقة منى معك إلى هذا العاجل والذي أتانا الآن. وفي آخر التطورات، أفادت الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى الشفاء ودمر أجزاء منه، كما أكدت إجلاء نحو 120 شخصا من الإندونيسي لمجمع ناصر. وهنا منى نطرح سؤال ربما الكثيرون يفكرون فيه، لماذا تختار قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات تحديدا كنقاط لتجمعها؟ نعم، يعني الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يدعي بأن الفصائل الفلسطينية تستخدم المناطق المدنية لعملياتها، وهو أمر يعني أثبتت جميع المؤشرات إلى أنه يعني إسرائيل تدعي يعني أو تقدم هذا الادعاء زورا. لكن أيضا ربما هي تحاول الذهاب باتجاه المناطق، يعني هي تحاول أن تفصل وتعزل مناطق مدينة غزة والشمال، تحاول أن تضعف أبرز وأهم مواقع التي يتجمع فيها السكان. أيضا عمليا دعينا نلاحظ بأن المستشفيات يتواجد بها الأطباء ونازحين ومرضى، بالإضافة إلى الطواقم الصحفية، والآن أي مستشفى يتم استهدافه يخلى منه كل هؤلاء، بالتالي لا يمكن حتى التغطية الصحفية تتوقف. الكثير من الصحفيين الذين كانوا أو كل الصحفيين الذين كانوا مثلا في مجمع الشفاء الطبي تم إخلاءهم. على ما يبدو بأنه فعلا يعني ربما منذ بداية هذه الحرب وزير الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن بأنه سوف يعيد وإسرائيل ستعيد قطاع غزة 50 عام إلى الوراء، وهي الآن تحاول أن تضرب مفاصل الحياة والبنية التحتية في قطاع غزة بما فيها وعلى رأسها المستشفيات التي تقدم الخدمات للمواطنين. الآن استهداف مستشفى الشفاء أو جزء على الأصح من مباني مستشفى الشفاء هو ربما مقدمة لما كنا نتوقعه بعد بدء الحديث عن إخلاء مستشفى الشفاء، حيث أنه حتى الآن تم ضرب ربما وفقا للوقائع جزء من مستشفى الشفاء، لكن التوقعات تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما أن يخلي المستشفى من باقي المرضى سوف يقوم باستهداف المستشفى بالكامل وتسويته بالأرض. هذا ما نتوقعه وما يتوقعه أيضا المحللين في محاولة لضرب المنظومة الصحية. إذا أردنا أيضا أن ننظر إلى بعض الصور أو نراجع بعض الصور التي تظهر وتصل من مدينة غزة وما يجري في المناطق التي يقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، هو محاولة للتخريب، تخريب البنية التحتية، تدمير المباني الحديثة، أي معالم من الممكن أن تعني شيئا للفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي هي محاولة يعني تسوية فعلا كل شيء من الممكن أن يقدم خدمات للمواطنين بالأرض، وهي تأكيدا على فكرة أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ويدفع باتجاه تهجير سكان قطاع غزة منه، لأنه هو الآن يقدم صورة بأنه أو سوف يسعى إلى تقديم الصورة النهائية، وهي أن لماذا تبقون في قطاع غزة وهو لا يوجد فيه خدمات صحية، لا يوجد فيه رعاية أولية، لا يوجد فيه غذاء، لا يوجد فيه أيضا بنية تحتية ولا أي شيء. كل شيء، كل مفصل مهم بالنسبة للمواطن يحاول الاحتلال الإسرائيلي تدميره حتى يدفع المواطن لترك قطاع غزة والتفكير في الهجرة كبديل عن البقاء على الأرض. نعم منى، بالطبع وكما ذكرت أنت الآن وسط هذه الأوضاع الإنسانية المعقدة كان هناك أيضا استهدافا لخان يونس، استهداف مكثف، وبالطبع نعلم جميعا أن معظم النازحين متواجدين في خان يونس. كيف يتعاطى هؤلاء منى مع هذه الأجواء ممطرة واستمرار عمليات القصف ونقص الماء والغذاء، يعني لو تضعينا أيضا في الأجواء؟
يعني عمليا لا يوجد بدائل سوى التعامل مع الامر الواقع، لان هذا هو الواقع ولا يوجد بديل عنه. يعني هناك استهدافات في مناطق جنوب وادي غزه، استهدافات مكثفه بطبيعه الحال، لان كل استهداف يقوم به الاحتلال الاسرائيلي يؤدي الى تدمير مربعات سكنيه كامله. يعني لم يحدث، لا اذكر يعني بان خلال الفترة الأخيرة حدث استهداف مثلا لمنزل وتحدثنا أو أعلنا عن سقوط شاهدين، أو أعلنت وزارة الصحة عن سقوط شاهدين أو ثلاثة مثلا. دائما نتحدث عن شهداء بالعشرات، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي الذي يدعي بأن مناطق جنوب وادي غزة هي مناطق آمنة، هو نفسه يثبت من خلال يعني استهدافاته بأن لا يوجد مكان آمن. محيط المستشفيات تستهدف، المساجد تستهدف، منازل المواطنين تستهدف، مربعات سكنية كاملة في مناطق النصيرات والبريج، المغازي أيضا في مناطق خان يونس ورفح، مربعات سكنية كاملة يتم استهدافها. وإسرائيل تعلم بأن يعني أكثر من ثلثي مواطني قطاع غزة أصبحوا في مناطق الجنوب، وبالتالي أي استهداف يعني إسقاط عدد كبير جدا من أو سقوط عدد كبير جدا من الضحايا جراء هذا الاستهداف. هذا بالإضافة إلى أن ما زال الاحتلال الإسرائيلي يتحدث الآن عن فكرة أن المرحلة التالية سوف تكون هو توجه نحو الجنوب. هذا الأمر يحدث بلبلة كبيرة وحالة من الخوف والرعب إضافية، بأنه يعني الآن عمليا إسرائيل تتحدث عن تركيز ضرباتها في الشمال، ولكن مع ذلك تضرب أيضا الجنوب ب يعني غارات شديدة العنف. يعني ما الذي من الممكن أن يكون أسوأ من ذلك لاحقا؟ وهو سؤال مطروح الآن ويقلق الجميع، وخصوصا في الوضع الذي كما تحدثت أنه لا يوجد مياه، لا يوجد طعام، لا يوجد أماكن للإيواء. ما زالت عشرات الآلاف من العائلات لا تجد لنفسها مأوى، لا في مدارس نازحين ولا في مساجد ولا في مستشفيات ولا في أي مكان، في ظل انخفاض درجات الحرارة وعدم توفر الإمكانيات لمواجهة كل هذه الظروف. يعني عمليا ربما حتى من يملك القدرة على شراء ما يمكن أن يفيده في ظروف كهذه، كان مواد غذائية أو حتى ملابس أو أغطية، لن يجد من يشتريه. نحن ندخل إلى المحال التجارية فنجدها إما مغلقة أو حتى الرفوف فارغة بالكامل، إن كان ملابس، إن كان أغطية، وإن كان طعام. وبالتالي ما البدائل؟ لا يوجد بدائل، لا نعم. لا هنا يمكن لأحد أن أخيرا يعني يقدم أي شيء. نعم أخيرا، كيف يتم استقبال الأنباء الواردة منذ الأمس عن الاقتراب من إقرار هدنة؟ نعم، يعني لا يمكنك أن تتخيلي حجم الفرحة عمليا، حتى عندما كانت تصدر إشاعات أو تسريبات أو بأي أحاديث تتعلق بقرب احتمالية الوصول إلى تهدئة. يعني عندما كنا في مستشفى ناصر نسمع يعني حجم التصفير والتكبير بأنه يعني من الممكن أن يكون هناك فرصة وفسحة أمل أمام المواطنين كي يلتقطوا أنفاسهم على الأقل. هناك انتظار يعني لحظة بلحظة، والجميع يسألنا هل هناك أخبار جديدة، هل هناك احتمالية التوصل إلى اتفاق قريب، لأن المواطنين لم يعد لديهم قدرة على تحمل كل هذه الظروف الصعبة. وإن كان أنه هناك يعني ترقب أيضا لما سوف تحمل هذه التهدئة، لأنه هل التهدئة تتحدث فقط عن إيقاف وقف إطلاق نار، أم أنها سوف تسمح بإدخال مساعدات، وهذا هو المطلوب، وإدخال مواد ويعني إمكانيات من الممكن أن تساعد على صمود المواطن في ظل هذه الظروف. هذا هو الأهم بالنسبة لي الجميع، إلى جانب بطبيعة الحال الوضع الأمني. وبالتالي الآن الجميع يترقب وينتظر لحظة الإعلان عن هدنة، حتى ولو كانت لأيام بسيطة، مقترنة بإدخال مساعدات إضافية إلى قطاع غزة. شكرا منى عوكل مراسلتنا من جنوب قطاع غزة على كل هذه المعلومات والإفادات. فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا من مدينة جنين وقباطيا ومثلث الشهداء واليمون وسط اندلاع لمواجهات، واعتقلت قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في الضفة بعد مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في البلدة. وأطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. في
فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحة في حي كتف الواد بالضفة الغربية، كما حاصر جنود الاحتلال منزلا بالمدينة يعود لعائلة صدر وبرفقة تعزيزات عسكرية، حيث طلبت من بداخله تسليم أنفسهم. فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقال المصلون إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، في حين شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى. ومعنا الآن على الهواء مباشرة ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله. ولاء، أنا برحب بك، لو تعطينا تفاصيل أكثر حول عمليات الاقتحام والاعتقالات التي تمت خلال الساعات الماضية، آخر ما لديك ولاء، تفضلي. نعم، أهلا بكم. يعني في البداية، ليست هي المدينة واحدة أو حتى قرية أو حتى مخيم واحد تم اقتحامه خلال ليلة أمس، وحتى يعني هناك شهدت مدن الضفة الغربية من شمالها وحتى جنوبها عدة اقتحامات لقوات الاحتلال، وشنت حملة واسعة للاعتقال الفلسطينيين، نتحدث عن 45 حالة اعتقال حسب ما رصدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، لكن يتم تحديث هذه الأرقام بين الساعة والأخرى. نتحدث عن اقتحام في مدينة جنين منذ منتصف الليلة الماضية وحتى صباح فجر هذا اليوم، نتحدث عن عرابة، نتحدث عن يعني المدينة بحد ذاتها، أيضا قضاة يتم اقتحامها واعتقال عدد من الفلسطينيين وإصابة من الفلسطينيين إما بالرصاص أو حتى بالاختناق بالمسيل للدموع. نذهب إلى مدينة نابلس الذي شهدت أيضا اقتحام لقوات الاحتلال في مخيم بلاطة، في مخيم عسكر القديم والجديد كان هناك اقتحام لقوات الاحتلال وشنت حملة واسعة، طالت عدة معتقلين ومواطنين من داخل محافظة نابلس وأيضا في مخيم بلاطة وعسكر القديم والجديد، حيث دارت مواجهات واشتباكات ما بين قوات الاحتلال والفلسطينيين. في مدينة أيضا رام الله وبالتحديد في قرية برقة، حيث كان هناك أيضا اقتحام لهذه القرية وبعد ذلك اندلعت مواجهات وأسفرت هذه المواجهات عن إصابة عدد من المواطنين، ونتحدث أيضا عن عدد من الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم. نتوجه إلى مدينة بيت لحم بالتحديد في مخيم لدهيجة، حيث أصيب شاب، ونتحدث عن عدد من الفلسطينيين الذين قاموا بالتصعيد باتجاه قوات الاحتلال، مما أسفر ذلك عن اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين وعدد من المعتقلين في هذه المنطقة. في مدينة الخليل أيضا في بلدة بيت أمر وأيضا في بلدة الحول شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال وأيضا الشبان الفلسطينيين المقاومين، وبعد ذلك أسفر ذلك عن اعتقال عدد من الفلسطينيين. إذن جميع مدن الضفة الغربية تشهد اقتحامات متتالية وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة. ولاء، كيف يفسر هذا الأمر داخليا؟ ولاء، لأنه ربما تتزايد وتيرة هذه الاستهدافات والاعتقالات منذ 7 أكتوبر، على الرغم من هذه التحذيرات الأمريكية المتواصلة لإسرائيل من منع هذا التصعيد، كيف يفسر الأمر؟ كيف ينظر إليه؟ يعني هو تصعيد مباشر ضد الفلسطينيين بموازاة بما يحدث في قطاع غزة، حيث الآن تشن حملة اعتقالات واسعة ما بين صفوف الكوادر الحمساوية وأيضا حركة الجهاد الإسلامي وأيضا حركة فتح، حيث طالت عدد من أمناء سر حركة فتح، ونتحدث أيضا عن قصف لمقر قيادة حركة فتح في مخيم بلاطة. كل هذه الفصائل الفلسطينية هي مستهدفة، وأيضا الجبهة الديمقراطية والشعبية استهدفت أيضا الشبان الفلسطينيين
الفلسطينيين، وهناك فتيات تم اعتقالهم للضغط على ذويهم وعائلاتهم والمطلوبين بما تسميهم المطلوبين قوات الاحتلال لتسليم أنفسهم. نتحدث عن أكثر من 50 سيدة وفتاة تم اعتقالها ورهن الاحتجاز في حال تسليم ذويهم أنفسهم سيتم إطلاق سراحهم. ذلك تقوم قوات الاحتلال كوسيلة ضغط سواء على الفلسطينيين وعلى المواطنين الفلسطينيين باتجاه التصعيد الكبير، لا سيما أن هناك تحذيرات من المستوطنين الذين يشنون حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا على أرض الواقع يكون هناك انتهاكات بحق الفلسطينيين من قبل المستوطنين، حيث قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تحذر من تفجير الأوضاع في الضفة الغربية أكثر مما هو عليه الآن، وبخصوص أن المستوطنين يقومون بهجمات متتالية ضد الفلسطينيين سواء على أراضيهم على مزارعهم، أيضا تحت عنوة السلاح وبحماية جيش الاحتلال تقوم بترهيب الفلسطينيين وخاصة المناطق القريبة والمحاذية للمستوطنات. يكون هناك الخطر الأكبر لدى الفلسطينيين عندما يتواجدون هؤلاء المستوطنين ويتم تهديدهم تحت عنوة السلاح. نعم، إذا لم تتأثر إسرائيل بهذه التحذيرات الأمريكية أو حتى الرغبة الأمريكية بضرورة معاقبة المستوطنين ولا كما جاء في حديث البيت الأبيض بالأمس، لكن ماذا عن الممارسات الأخرى ولا أثناء هذه العمليات من الاقتحامات؟ لأنه نرى أن هناك طرقا يتم تكسيرها عمدا، بنية تحتية تتهدم. لو أيضا توضحي لنا المظاهر الأخرى أو الممارسات الأخرى التي يقوم بها أثناء عملية الاعتقالات. صحيح، هي لم تهتم ولن تهتم إذا ما يتحدث به البيت الأبيض أو حتى الولايات المتحدة، لأنه لا يوجد رادع، لا يوجد قانون يجرم هؤلاء المستوطنين. وبالفعل ما حصل يعني من 48 و67 والآن ما يحصل والانتهاكات التي تحصل بين الحين والآخر، ليس هناك قانون يجرم هؤلاء المستوطنين، والعنف لذلك متزايد ضد الفلسطينيين بالتحديد في الضفة الغربية. عندما تحدثي أيضا عما يحصل في الضفة الغربية، تخريب للممتلكات والعبث فسادا في المنازل، يتم تكسير البيوت والأثاث المنزلي، تخريب لها وإشارة ووضع إشارات للنجم الداهوت على الحائط لدى المنازل، وأيضا قطع شعارات. نتحدث أيضا عن ترهيب الأطفال والنساء بفعل أن قوة السلاح، وليس هناك ما يردع قوات جيش الاحتلال من مداهمة المنازل وضرب الأسرى أمام ذويهم وأهلهم وأطفالهم، ولذلك يكون العنف أكبر في الضفة الغربية، حيث تقوم قوات الاحتلال بترهيب الأطفال بالفعل. إذا ما كان هناك اعتقال لأحد الفلسطينيين تقوم بضرب أمام أبنائه وزوجته وعائلته، وبعد ذلك يقومون بعصب عيونهم وأيضا تكبيل أيديهم. وبعض الفيديوهات التي صدرت عن يعني جيش الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي، بالفعل هناك ضرب مبرح وتعذيب شديد للأسرى داخل الآليات العسكرية، وخاصة يعني تمنعهم من يعني الجلوس بشكل اعتيادي، ولكن هناك أيضا يجب عليهم ترديد الأغاني التي يتم إطلاقها. وأيضا نتحدث عن النشيد الإسرائيلي الذين يعني يقومون بضرب الفلسطينيين الأسرى المعتقلين. نعم. وذلك لعدم ترديدهم وعدم الوقوف لهذا النشيد. نعم. إذن ما تقوم به قوات الاحتلال تخريب أيضا للبنية التحتية، ما حصل في مخيم نور شمس، مخيم جنين، ومخيم بلاطة وعسكر وغيرهم من المناطق، حيث تقوم بتجريف البنية التحتية، وذلك لأن المقاومين يضعون بعض العبات الناسفة محلية الصنع، ولربما في البعض الآخر لا تستطيع الدخول إلى هذه المنطقة إلا وإذا تم تجريف هذه الشوارع والبنية التحتية. نعم. طيب. وأن تعيش فيها خرابا وفسادا. نعم، ولا أخيرا وسريعا من فضلك، كان من اللافت تحديث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه يقول أن عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر هو حوالي 1850 في الضفة الغربية، هل هذا الرقم دقيق ولا؟ ليس دقيقا، وخاصة أن ما ترصده نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، يعني بالأمس كان هناك أكثر من 2920 أو 50 مواطنا تم اعتقالهم، لا سيما أن هناك عمال من قطاع غزة لم ترصد هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير كم عدد أو هويات هؤلاء المعتقلين داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن.
هذه الأرقام فقط تشمل الضفة الغربية وليس عمال قطاع غزة. ما يتحدث به جيش الاحتلال هو عار عن التصديق، وخاصة ما تبثه من ادعاءات يعني كاذبة عبر الفيديوهات التي تتمثل بأنه يوجد أنفاق تحت مستشفى الشفاء، وهناك إرهاب للمستوطنين، وهناك ما تقوم به قوات الاحتلال هو صد هذا العدوان عليها. كل هذه ادعاءات كاذبة، وخاصة أن جميع المعتقلين منذ 7 من أكتوبر ولغاية الآن يتم محاكمتهم تحت ما يسمى بالاعتقال الإداري. إذن ليس هناك لوائح اتهام موجهة لديهم أو لوائح أو ذريعة تتهم هؤلاء الفلسطينيين أو المدنيين المواطنين بأنهم قاموا بأعمال إرهابية حسب ادعائها، أو حتى إطلاق النار على الحواجز العسكرية. شكرا ولاء السلامين، مراسلتنا من رام الله، على كل هذه المعلومات. يعقد وزراء خارجية دول من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا في العاصمة الروسية موسكو لبحث الأوضاع في قطاع غزة، ويضم الوفد العربي والإسلامي كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظرائه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأردني أيمن الصفدي والإندونيسي ريتنو مارسودي والفلسطيني رياض الملكي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه. وخلال اللقاءات عقدها الوفد الوزاري العربي الإسلامي مع كل من نائب الرئيس الصيني هان تشانغ ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد شكري أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة تحت وطأة القصف والحصار. ومعنا الآن من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. حسين، أنا برحب بك، لو تعطينا تفاصيل أكثر حول اجتماع وزراء الخارجية العرب في موسكو. نعم داليا، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف بعد ساعات قليلة مع وزراء خارجية الدول العربية وأيضا وزراء منظمة التعاون الإسلامي في مقر الخارجية الروسية بالعاصمة الروسية موسكو. حسب بعض المعلومات المتوفرة حول هذا اللقاء، فإن بعض الأنباء تحدثت عن أن وزير الخارجية لافروف سيعيد ويكرر موقف بلاده تجاه الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، حيث دعت روسيا مرارا وتكرارا بضرورة تطبيق القرارات الدولية وأيضا بضرورة إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. كما أيضا خلال الفترة القليلة الماضية وتحديدا خلال الأسابيع الماضية، الرئيس فلاديمير بوتين عبر أيضا عن استعداد بلاده لعب دور الوساطة في حل التوتر وإنهاء التوتر والصراع القائم في قطاع غزة، وأيضا دعت روسيا لإطلاق سراح الرهائن أو المعتقلين لدى جميع الأطراف، أي لدى الطرف الإسرائيلي وأيضا لدى الفصائل الفلسطينية. بالإضافة أيضا إلى أن موسكو خلال هذا اللقاء الذي سيحصل اليوم ستشكر بعض وزراء خارجية الدول العربية ولا سيما وزير الخارجية المصري على الدور الذي لعبته مصر في إجلاء الرعاية الروس من قطاع غزة عبر معبر رفح، وهذا الأمر أيضا تم الحديث عنه أيضا خلال الساعات القليلة الماضية من قبل بعض المقرات وأيضا بعض الدوائر الروسية. نعم، طيب حسين، هذا الاجتماع وقبله هذه الزيارة أيضا للوزراء للصين، أي اختراق يمكن أن تحدثه؟ وهل الدور الروسي الصيني حتى الآن كان على قدر الحدث أو أحدث اختراقا ربما؟ ما الذي يدور داخل وسائل الإعلام الروسية مثلا حول الدور الذي لعبته روسيا في هذه الأزمة حتى الآن؟ نعم داليا، بالفعل هو سؤال مهم جدا، حيث هذا السؤال يسأل من قبل العديد من الخبراء وأيضا المراقبين الروس. الجميع يسأل عن الدور الذي تلعبه موسكو في الصراع الحالي، وهل هذا الدور هو بحجم الوجود الروسي في الساحة الدولية؟ الإجابة حسب رأي الخبراء الروس بأن الدور الذي تلعبه موسكو وأيضا الطرف أو الموقف الذي اتخذته القيادة الروسية نوعا ما مقبول بالنسبة للأزمة الحالية، لكنه يجب أن يكون دور أكبر وموقف أكثر تجاه ما يحصل في الساحة الدولية.
أي أن بعض الخبراء الروس يتحدثون عن أن موسكو وروسيا هي دولة عظمى، وأن التصاريح الروسية والأحاديث الروسية خلال الأشهر الماضية كانت تتحدث عن عالم متعدد أقطاب، أيضا كانت تتحدث عن مواجهة للغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية في الأراضي الأوكرانية. إذن يجب على موسكو اتخاذ قرارات أكثر حاسمة تجاه الغرب وتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الدور الروسي وعلى الرغم من أنه مقبول بالنسبة للخبراء وأيضا للداخل الروسي، إلا أنه يجب أن يكون أكبر، حيث يوجد تعاطف كبير من قبل الداخل والشارع الروسي مع الفلسطينيين ومع الحق الفلسطيني في إقامة دولة وأيضا في استرجاع أراضيهم. نعم. من الجيش وأيضا من إسرائيل. أيضا بالنسبة للمراقبين الروس يتحدثون عن أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لا زالت هي الجهة الأكثر قدرة على حل مثل هذه الصراعات، وخصوصا في الشرق الأوسط، وأن الدور الروسي مقارنة مع الدور الأمريكي في الصراع الحالي هو ضعيف جدا، وأيضا الدور الصيني هو كذلك الأمر. نعم. وفقا لما تقوله حسين، نعم، وفقا لما تقوله أنت الآن، لماذا سيتم عقد قمة الاجتماع بريكس، قمة عن بعد، يقال أنها أيضا بحضور الرئيس الصيني والروسي، وأكد لي المعلومة من فضلك. أولا، هل كان هذا اجتماع مجدولا أم استثنائيا؟ ثانيا، ما الذي سيدور من نقاشات إذا كانت هذه المجموعة في صلبها من هو مع الطرف الإسرائيلي ومن هو مع الطرف الفلسطيني؟ لا يوجد ربما وحدة في المواقف. بالنسبة لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن كان هذا إن كانت هذه المشاركة مجدولة أو أنها حدثت في وقت طارئ، هذا الأمر غير معروف. لم تعلن الدوائر الرسمية الروسية عن هذه المشاركة، إن كانت مجدولة أو موضوعة من قبل، أم أن هذه المشاركة أتت على وقت أو أتت على شكل طارئ. إنما حجم ونوعية هذه المشاركة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الأمر يتطلب من بوتين وأيضا يتطلب من روسيا. نحن كنا نذكر خلال الدقائق الماضية بأن روسيا تتحدث خلال الفترة الماضية عن أنها دولة عظمى وأنها تدعي إلى عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن القطب الواحد. إذن يجب على روسيا أن تكون حاضرة في الساحات الدولية وفي جميع المؤتمرات وأيضا القرارات الدولية. لا يمكن لموسكو أن تترك الساحة لواشنطن وأن أيضا تنسحب من هذه الساحات، وخصوصا أن الشرق الأوسط هو ملف ومحور مهم بالنسبة للقيادة الروسية وبالنسبة لروسيا كأن دولة عظمى وأيضا ذات كتب من الأقطاب الدولية. إنما الموقف الروسي حتى الآن حسب رأيي وحسب قراءة الخبراء لا زال ضعيفا مقارنة مع الموقف الأمريكي، وأيضا الخبراء يضعون علامات عدة من الاستفهام حول الموقف الصيني الذي يتحكمه ويسيطر عليه التعاون الاقتصادي وأيضا الأموال وحجم الاستثمارات الصينية في إسرائيل. أيضا الخبراء الروسي يشيرون إلى أن الموقف الروسي وأيضا المشاركة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون كغيرها من القرارات الروسية وأيضا المعلومات الروسية حول ضرورة إنشاء دولة فلسطينية وأيضا ضرورة تطبيق القرارات الدولية. إذن حتى هذه الساعة ليس لموسكو القدرة على وضع اليد على الطاولة وحل هذا الصراع، وأيضا ليس لموسكو الدور والقدرة على لعب دور الوساطة في حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لربما موسكو تقدم بعض المشاورات أو تقدم بعض التسهيلات إلى الجانب الفلسطيني وأيضا إلى الجانب الإسرائيلي بسبب العلاقات التي تجمعها مع الفصائل الفلسطينية وأيضا مع الجانب الإسرائيلي. إنما حل الصراع بشكل نهائي أو وقف إطلاق النار ليس لموسكو القدرة على لعب مثل هذا الدور في الوقت الحالي، لأن الخبراء الروس يتحدثون عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة الأكثر قدرة على لعب مثل هذه الأدوار، وخصوصا أن بعض الخبراء الروسي يؤكدون على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تخوض المعارك ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وأن حضور ومشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي الإسرائيلية ولقائه نتنياهو وخصوصا في ظل التوتر والصراع العسكري الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، إنما هو يؤكد على
الدور الكبير الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع الحالي والتوتر الحالي. شكرا حسين مشيك مراسلنا من موسكو على كل هذه المعلومات. الآن نتحول لأمر آخر، حيث أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة المطلع. وأكد مراسلنا أن قوات الاحتلال نفذت قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدتي يارون وعيترون، مضيفا أن جيش الاحتلال نفذ غارة جوية في محيط بلدة طير حرفة بالقطاع الغربي لجنوب لبنان. ومعنا الآن على الهواء مباشرة من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد، في البداية لو تعطينا تفاصيل أكثر حول أبرز المناطق المستهدفة إحداثياتها في الجبهة الشمالية، وكذلك وفقا للتقديرات في الداخل اللبناني إلى أين يمكن أن تنزلق الأمور أحمد؟ نعم، بالأمس كان يوم هو الأعنف منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، حيث تم تنفيذ 4 عمليات للمقاومة الإسلامية من الأراضي اللبنانية باتجاه مستعمرات ومراكز عسكرية إسرائيلية. ربما كانت هي أيضا الأعنف، حيث تم استخدام صواريخ من طراز بركان التي تستطيع أن تحمل نصف طن من المتفجرات. تم استهداف قاعدة برانيت العسكرية الإسرائيلية بأربع صواريخ بركان، مما أحدث دمارا واسعا في القاعدة العسكرية أو في المركز العسكري الإسرائيلي. أيضا تم استهداف عدد من المناطق في العمق الإسرائيلي بشكل مكثف أمس. 8 عمليات نفذت بالأمس من الأراضي اللبنانية باتجاه أهداف في إسرائيل، فكان هناك قصفا إسرائيليا مكثفا بالقذائف المدفعية وأيضا بالمسيرات على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني في القطاعات الثلاث، القطاع الشرقي والقطاع الأوسط والقطاع الغربي. وربما كانت أبرز هذه الاستهدافات استهداف منزل عضو مجلس نواب لبناني من حركة أمل في منطقة ميس الجبل وهي في القطاع الأوسط بقذيفتين صاروخيتين، مما أدى إلى تدمير كبير في هذا المنزل. كما أيضا تم استهداف كنيسة في القطاع الشرقي وأدى ذلك إلى خسائر فادحة أيضا في الكنيسة. فكان الساعات الأولى من صباح اليوم ومع ظهور شمس اليوم كانت هناك عملية للمقاومة الإسلامية نفذت في مستعمرة المطلة واستهدفت منزلا يأوي عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وتم الإعلان عن تنفيذ هذه العملية كرد لاستهداف المنازل في الجنوب اللبناني. أيضا منذ قليل نفذت عملية أخرى من الأراضي اللبنانية باتجاه أهداف في الشمال الإسرائيلي. طيب أحمد، في كل مرة أو في عدد من المرات التي تم تبادل القصف المتبادل بين الطرفين يقال أنها المرة الأعنف، هذه ليست المرة الأولى. والسؤال هنا لك، وفقا لأي تقديرات نقول أنه الأعنف؟ هل وفقا لحجم العمليات أو مساحة الاستهداف أو لكمية الأسلحة المستخدمة، كيف تصنف بأنها الأعنف أحمد؟ نعم، هناك تصعيد متدرج للتوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية. حينما بدأت التوترات في 8 من شهر أكتوبر الماضي كانت ترتكز في الجبهة أو القطاع الشرقي فقط من الحدود اللبنانية الجنوبية في محيط مزارع شبعة المحتلة، وكان تبادل القصف في هذه المناطق، ثم سرعان ما توسعت دائرة الاشتباكات لتصل إلى القطاع الشرقي أو القطاع الأوسط ثم القطاع الغربي، وباتت تستهدف منازل ومدنيين واستهدفت سيارة مدنية. وعدد من التطورات التي أسفرت أو التي طالت حتى الآن 55 بلدة لبنانية على الأقل، فيما أدت أيضا إلى احتراق أكثر من 215 فدان في الجنوب اللبناني وتهجير أكثر من 45 ألف مواطن من الجنوب اللبناني. وأيضا في الجانب الإسرائيلي تم إخلاء المستعمرات المتواجدة على الشريط الحدودي بشكل كامل. ولكن الأعنف تكون على عدة محاور. المحور الأول هو اتساع دائرة
الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وأيضا استهداف المناطق المأهولة بالسكان بدلا من المناطق المفتوحة. القصف على مدار الأيام الماضية كان عنيفا، ولكنه يتركز على أطراف البلدات والمناطق الزراعية المفتوحة وأيضا المناطق غير المأهولة بها السكان مثل المراعي وعدد من المناطق الجبلية الأخرى. ولكن حينما يصل القصف إلى منازل المواطنين وإلى أهداف مدنية، فبالتالي يكون حينها هو القصف الأعنف. أما من جانب المقاومة الإسلامية، فحينما تستخدم صاروخ بركان الذي يحمل قرابة نصف طن من المتفجرات وتستهدف قاعدة عسكرية أو مركز عسكري إسرائيلي بأربع قذائف من هذا الطراز، فبالتالي هي أعنف قصف إسرائيلي أو قصف من جانب المقاومة المقاومة اللبنانية لإسرائيل منذ بداية التوترات أيضا على الحدود اللبنانية. حينما يدخل أيضا سلاح المسيرات ويتم تسيير أربع مسيرات هجومية بالأمس باتجاه أهداف للجيش الإسرائيلي في العمق الإسرائيلي، فبالتالي هي أيضا الأعنف، وخصوصا أن هذه الأسلحة تستخدم لأول مرة في التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية. أيضا حينما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجاوز خطوط وقواعد الاشتباك المتعارف عليها والتي تصل إلى 7 كيلومترات من الحدود اللبنانية وتصل إلى عمق يصل إلى 25 كيلومترا ثم 40 كيلومترا، فهي أيضا الأعنف وتوسيع كبير جدا لدائرة الاشتباكات في الجنوب اللبناني والمندلعة منذ الثامن من شهر أكتوبر. طيب أحمد، أخيرا يأتي هذا التصعيد ربما متزامنا مع هذه الزيارة المعلنة للمبعوث الخاص للرئيس بايدن أموس هوكشتين للمنطقة، وتحديدا هدف الزيارة المعلن أيضا منع انزلاق الجبهة الشمالية في الحرب. ما هي التفاعلات الداخلية لديك أحمد حول هذه الزيارة؟ نعم، كانت مرحلة خطيرة للتصعيد بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي قبل نحو أسبوعين، حينما تم استهداف سيارة مدنية لأول مرة في هذه التوترات وأدت إلى استشهاد 3 أطفال وجدتهم في هذه السيارة. ففي اليوم التالي حضر إلى لبنان المبعوث الأمريكي أموس هوكشتين في محاولة لتهدئة الأجواء بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ولأول مرة قدمت الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية التعازي للإدارة أو للحكومة والدولة اللبنانية في استشهاد عدد من مواطنيها جراء القصف الإسرائيلي. فبالتالي لبنان له عدد من المطالب الواضحة فيما يتعلق بالتوترات على الحدود الجنوبية، وأولها وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي اللبنانية سواء برا وبحرا وجوا، أيضا تنفيذ القرار 1701 والخاص بالوقف التام لإطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي والانسحاب الكامل لإسرائيل من البلدات اللبنانية التي لا تزال محتلة حتى الآن. وربما العنوان الأهم هو وقف العدوان على قطاع غزة، لأن هذه التوترات جاءت في ضوء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. فزيارة أموس هوكشتين ربما تكون امتدادا لهذه الزيارة التي تمت قبل نحو أسبوعين في محاولة لاحتواء التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية. لا أتحدث عن الزيارة التي تمت قبل أسبوعين أحمد، هناك زيارة مرتقبة للمبعوث الخاص، سنتابع معك أحمد أبرز مستجدات هذه الزيارة. شكرا أحمد سنجاب مراسلنا من بيروت على كل هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية متواصلة مع حضراتكم، فاصل قصير ودقائق ونعود لحضراتكم مرة أخرى لمتابعة أبرز المستجدات التي تتم على كافة الساحات سواء في قطاع غزة أو في الأراضي المحتلة.